السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه بواحد الكريمه. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندي في المقادير واحد كاس ديال السكر سنيده مع واحد ساشيه ديال الكاكاو، كاس ديال الزيت، كاس الحليب، عندي 3 ديال البيضات، ساشيه ديال الفاني، وساشيه ديال الخميره ديال 16 غرام، وعندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق، وواحد ياغورت ديال القهوه عفوا. صافي غادي نجيبو واحد البول اللي غادي نديرو فيه واحد رشيشه ديال الملحه، وغنديرو البيض مع السكر سنيده والفاني ونطربوهم مزيان. صافي هنايا ملي كنطربوا البيض مع السكر سنيده مزيان والفاني حتى كيذوب لينا داك السكر اللي عندنا، وكنبداو نزيدو الزيت بشويه بشويه وحنا كنخلطوا فيه. صافي هنايا ملي كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان كنزيدوا عليه كاس ديال الحليب والياغورت اللي عندنا، وكنجيب داك جوج كيسان ديال الدقيق اللي عندنا عامرين مزيان وانا راه غربلته من قبل. صافي وكنخلطوه مزيان على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، وغنزيد عليه ديك الساشيه ديال الكاكاو والساشيه ديال الفاني ونخلطوهم مزيان. صافي وغنديروا الخليط ديالنا في المول ونديروه في الفران طيب على 180 درجه.
صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا، ملي خرجنا الكيكه من الفران خديت واحد الكاس ديال الحليب، درت فيه واحد المعلقه ديال الشوكولاط حلو وخلطتهم مزيان صافي، وبديت كنسقي بيه الكيكه. وهنايا اختياري اللي باغي يدير قهوه سريعه الذوبان او قهوه باش يسقيها، يسقيها حتى هي كتجي بيها زوينه. صافي كنسقيها على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، هنايا هي باقا سخونه والحليب راه عندي بارد. صافي كنبدا هنايا ندير فيها بحال هكا تقيبات باش يدخل لينا ليها داك الحليب مع الشوكولاط على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. صافي وغادي نديرها نحطها هنايا في الثلاجه تبرد. صافي هنايا باش غادي نصايبو الكريمه ديالنا، خدي جوج كيسان ونص ديال الحليب مع معلقه ديال الفلون، عندي حلو الفلو ديال الشوكولاط. صافي وغادي ندير معاه واحد جوج معلقات ديال مايزينا وجوج معلقات ديال السكر سنيده حيت عندي انا الفلو حلو. صافي وغادي نخلطو هاد الخليط ديالنا مزيان حتى يدوب لينا الخليط كامل، عاد غادي نحطو فوق البوطه يطيب وحنا كنطيبو فيه في نفس الوقت واقفين كنخلطوا فيه باش ما تحرقش لينا ديك مايزينا والفلو، راه دغيا كتوجد هاد الكريمه. صافي هنايا ملي طابت لينا هاد الكريمه كنحيدها من فوق البوطه وكنزيد عليها واحد الطرف ديال الشوكولات كيف كتشوفوا معايا. صافي وكنجيب هنايا هاد المول اللي طيبت فيه نيت الكيكه، صافي غسلته وغادي ندير فيه هاد الكريمه على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. صافي وغادي ندير نبدا نفرق في ديك الكريمه على الجناب، نطلع بحال غنطلع شويه على الجناب. صافي وغادي نجيب الكيكه ديالنا ونحطها فوق منها وغندخلوها نديرها في المجمد تقريبا واحد جوج سوايع خليتها انا. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا راه كتنزل لينا من داك المول بسهوله، انا ما تصورش ليا داك المقطع، كنسحب راسي كنصور الساعه لقيت ما تصورش ليا. زينتها بواحد شويه ديال الكراميل كيف كتشوفوا على هذا الشكل، هذا كيبقى اختياري، مهم كيجي الشكل ديالها زوين والمذاق ديالها. نقطع معكم واحد طريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، راه كتجي رطبه وزوينه. ونتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم.